ادي عربية الفول ضاعت، والقرشين اللي كانوا هيجولنا منها راحوا. حتى المية اللي كنت بقبضها قبل كل شهر راحوا، 120 ملطوش. يعني خلاص بقينا على فيض الكريم. تفتكري هنعيش منين يا عناد؟ مش هي دي بس المشكلة، المشكلة دلوقتي الفلوس اللي أنا سالفاهم من الناس هردها لهم إزاي ومنين؟ أنت كنت سالفة فلوس يا عناد؟ أمال يعني مشروع عربية الفول دي كنت هجيب له فلوس منين؟ أنا سألتك قلت لي مالكش دعوة أنت. ما أنا اتكسفت أقول لك يا أيوب، بس دلوقتي لازم أقول لك. تقولي لي أصل بصراحة يعني أنا استلفت من هويدا أختك. هويدا أختي؟ أيوه، استلفت منها قرشين على امل ان احنا لما نشغل العربيه يعني نرد لها الفلوس من المكسب بتاعها. ازاي بس تعملي كده؟ مش كنت تاخدي رايي الاول؟ دلوقتي جوزها يقول علينا ايه؟ زمانه بيقول علينا شحاتين. يا سلام، ما هو عارف ان احنا شحاتين. طب ما دام عارف بقى ان احنا شحاتين، نستلف منه قرشين ونعمل مشروع تاني. لا يا ايوب اوعى، سامح غلبان يا دوب مرتبه على قده بيكفي بيه بيته، وبعدين مش حمل سلفيه تانيه. طب هنعمل ايه يا عنات؟ مفيش قدامنا غير الظابط مدحت. الظابط مدحت؟ ايوه، انت ناسي كان بيعاملنا حلو ازاي؟ طب وده في ايده ايه يعمله لنا غير انه يقبض علينا؟ لا ده في ايده حاجات كتير قوي ممكن يشغلني انا وانت عن طريق المعارف اللي بيخشوا له كل يوم في القسم. تفتكر يعني ممكن يشغلنا عند حد من معارفه؟ اكيد طبعا، بس لازم نصعب عليه عشان يتحمس لنا كده ويلاقي لنا الشغلانه بسرعه. يبقى أول ما نروح له لازم تعيطي. أعيط؟ أيوه عشان نصعب عليه. أقعد قدامه كده وأعيط عمال على بطال؟ لا يا حبيبتي، تعيطي في الوقت المناسب. وإيه هو بقى الوقت المناسب؟ أول ما أقول لك كلمة السر. وإيه هي بقى كلمة السر؟ أسامك بحري. أول ما أقول أسامك بحري تنزلي صويت وعياط ولطمة على وشك.